الحرب السورية مليئة بالتحالفات الغريبة والخيانات المميتة. هذه قصة من هذا القبيل. تدور أحداث هذه القصة في مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا، والتي أعلنوا الحكم الذاتي فيها عام 2012 وأعطوها اسم روجافا، أي غرب كردستان بالكردية. وروجافا تمثل قروناً من طموحات وأحلام الأكراد، لكنها اليوم تواجه أزمة وجودية. لسنوات حاربت تركيا الأكراد الانفصاليين على أراضيها، مثل حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره حزباً إرهابياً. The PKK acted with extreme brutality. They would wipe out complete families. وبسبب علاقتها الوثيقة مع تركيا، وضعت الولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني على لائحة المنظمات الإرهابية. The United States considers the PKK to be a designated terrorist organization. It's also an active insurgency inside Turkey. لكن الحرب تغير كل شيء. في هذا الفيلم نقوم بالتحقيق في الروابط بين حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يقود مشروع الإدارة الذاتية في مناطق السيطرة الكردية في سوريا، ونكشف كيف أن حاجة الولايات المتحدة لمقاتلين على الأرض في سوريا دفعتها إلى تحالف غير متوقع مع الأكراد، تحالف وضعها في مسار تصادمي مع حليفها القديم تركيا. We realized from the beginning that there was going to be huge political risk in this. ونسأل عما إذا كان الارتباط المزعوم لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا بحزب العمال الكردستاني في تركيا يعني أن حلم الأكراد بوطن لهم محكوم عليه بالفشل. نحن على جبهة جديدة في شمال سوريا إلى الغرب من نهر الفرات. هؤلاء المقاتلات نساء كرديات. في حركة شيء؟ ما في. تدعى قائدتهم كردستان كوباني، واسمها يدل على التزام عائلتها بالنضال الكردي. بين ست متر. أسلحتهن موجهة إلى أحدث عدو لهن، وهي ميليشيا سورية مدعومة من تركيا، صاحبة رابع أكبر جيش في الناتو. طبعاً هون القاعدة التركية، هذا حاجزهم الكبير، حاجز الأتراك هذا. تمثل هذه لحظة حاسمة في النضال من أجل إنشاء جيب كردي في سوريا، لأن الأكراد في شمال سوريا يخشون أن يكونوا الآن يواجهون مصيرهم بمفردهم. هركش بو برجواندی خوی آبوري هنا اي سياسي هنا اي دمدريش هنا ايش بو برجواندی خو کار دكن ايش بو بجد به معنی ده ايش به به امجين زن. كم كانت الامور مختلفه منذ 4 سنين. في ذلك الوقت كان المقاتلون الأكراد شركاء لا يمكن الاستغناء عنهم في التحالف ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. عين العرب كوباني، سبتمبر أيلول 2014. كان مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية قد اجتاحوا حديثاً هذه القرية الصغيرة في شمال سوريا. وعلى الأرض واجهوا مقاتلين أكراد من ميليشيا تعرف باسم وحدات حماية الشعب أو YPG. واليوم تعتبر معركة عين العرب نقطة تحول في الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. هذا هو الرجل الذي قاد مقاتلي وحدات حماية الشعب إلى النصر،
ويعتبر أن مقاتليه أنقذ العالم من الشر. يعني في أمبي فخور دبن، أمبي سربلند دبن، وأمبي أمنا بوسمان. جبر في هواي، أمبي ما بسجريا قال جهانك، نما بسجريا قال كرد يان قال كوباني تواي كري. جبر قطعش دبرد بسر كتا، قواتي بوا قطري خالص حمودان. وبعد أربع سنوات يرينا عصمة شيخ حسن دلائل على وجود التنظيم في كوباني. أف نافي وان سارة خدمة وان تشتي وان سارة دولة إسلامية يعني أف عرباتي واني زلخي يعني تشخص لي بدا يشتي ناتش يعني فشانك تي ناتش دامي بيشتاد هاتن بطانجي خواه بيشتاد هاتن بطانجي ما تشخص قليش ليت خست ليت خست فايدة ناكر باش بري المد بري دات كات ورتي ما أم درد كات. بالنسبة للعالم الغربي كان ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية العدو الأول، لكن بالنسبة للأكراد في شمال سوريا كانت تركيا ولا تزال التهديد الأكبر. هنا في عين العرب كوباني تقع الحدود التركية في نهاية الشارع. حدود سينوري ما تركون فايا يعني أو يعني أف ديور ديوار التركونة. يتهم القائد تركيا بالسماح لدبابات التنظيم بالعبور بحرية هنا خلال المعركة. دمي كتان دار بسبو عسكري تركون برادا جي دار كاتن أم تشون كاتنيكي جالك هفال ماتيدا شهيدو. ليس من المستغرب أن يقول الأكراد أن تركيا كانت مستعدة لطلب المساندة حتى من تنظيم الدولة الإسلامية. هناك تاريخ طويل ودموي بين تركيا والأكراد يعود لقرون من الزمن. رفضت الحكومة التركية طلبنا لإجراء مقابلة رسمية، واقترحوا علينا التحدث مع الدكتور حسن بصري يالشين، وهو عضو في مؤسسة أبحاث نافذة في إسطنبول. نفى يالشين المزاعم القائلة بأن تركيا سمحت لمقاتلي التنظيم بعبور الحدود في عين العرب. Can you imagine that? Daesh is attacking Turkey each week, but Turkey is supporting Daesh. This is unbelievable. Actually, this is the opposite what I know, because when Kurdish people were fighting against Daesh in Kobani, Turkish states let some Kurdish fighters to be transferred from Turkish territory to Kobani. This is what I know. This is just the opposite of the general rhetoric about this issue. ما فعلته أو لم تفعله تركيا في عين العرب كوباني مهم لأسباب، أولها الأرواح التي زهقت. قتل الآلاف من المقاتلين في المعركة التي دامت ستة أشهر بين سبتمبر أيلول 2014 ومارس أذار 2015. العديد منهم كانوا نساء. أو برخضانية لكوباني هاتا كرن ووحشيات صار ماذا هاتي يعني ذات هدف ود جمل ذات جنبو يعني خواستك خوا جنبو جنا كرد چكر جنا كرد رابو برسفه ودايك جارا ايكو حتى كانو بسلاح راكرا ندر فيا حتى تاليدا قو ام في كاچه ام بگرن يعني دجمن خواست وي كاچه بگرن يعني تدي دبه ناموسا جنا كرد رابو خوا بومبكر لپیشی تاقان او يا ايدي بو ارادا ما همي جني يعني ام هر جن ايدي ام سر خواد ساكن. تعتبر مشاركة النساء بالقتال هنا في قوات مسلحة موازية ومتساوية جزءاً من أيديولوجية يسارية نسوية تشكل جزءاً من أساس روجافا والصراع الكردي الأوسع. إنها أيديولوجية تبناها في الأصل هذا الرجل عبد الله أوجلان المعروف لدى العديد من الأكراد بأبو. في مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا يتجلى وجه أوجلان كوجه الأب الراضي عما يحدث، وتكون أفكاره مصدر إلهام في كل خطاب. مش خالد من الوقت بيخان باريكي راستا أو فكرة أنا عبد الله أوجلان أو فكرة ما راكري ما تدربنا أو بير ناكر. كالعديد من الأكراد هنا القائدة كردستان كوباني تشير إلى أوجلان كالقائد. أما كوري برافو قوتي إيش مجموط مدبنا هزا رخصتني هزا تقوشيني هزا شورشي هزا أفاكرنا تبكي ديمقراطيك أفاكرنا هيفينا تبكي ديمقراطيك للرجل أطانا بينا حتى الشهيد يمد دل يمد جيان بكر نا دولة ترك هزار دولة أكو دولة ترك نكاري فينا قال لي كردي عزاد بشكينا جبولة قول قاربن وكو قال لي كرد وكو قال
قد يكون الأكراد نهضوا بل وانتصروا في المعركة، لكن الواقع هو أن وجود روجافا بحد ذاته مهدد من قبل تركيا، وكل ذلك يعود لعبد الله أوجلان المسجون بتهمة الإرهاب في تركيا منذ 20 سنة. أعلن أوجلان نضالاً مسلحاً ضد الحكومة التركية في عام 1984 بعد 6 سنوات من تأسيسه حزب العمال الكردستاني. The PKK was a Marxist-Leninist organization, very doctrinaire, would not tolerate even within its own ranks open debate. It kept a very, very strict line on what its ideology was, but it was also Kurdish nationalist alongside that. But it wanted to create a Marxist-Leninist entity for the Kurds. تاريخياً عاش الأكراد في منطقة يسمونها كردستان، ومع انهيار الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى تم تقسيم هذه المنطقة بين إيران والعراق وسوريا وتركيا. وبعد تعرضهم للاضطهاد لقرون، حكم على الأكراد أن يكونوا أقلية مغلوب على أمرها داخل دول أخرى. سياسة تركيا تركان حزار سلا خصية جمهورية تركيا مرنا كردانة بدلي وامي كردية باتنا هلانين بالشر ما بخبات ما حبكات نيمانة يعني اعتراف تكن. أراد حزب العمال الكردستاني إنشاء كردستان اشتراكية مستقلة كان هدفها حماية حضارة وهوية الأكراد. كانت قاعدة تدريب حزب العمال الكردستاني في سهل البقاع اللبناني، من هنا شنوا هجمات داخل تركيا. منذ بداية الصراع المسلح أعلنت الحكومة التركية أوجلان إرهابياً، فر إلى سوريا في العام 1979 وعاش فيها لمدة 20 سنة، وهناك دافع عن اتخاذه للعنف وسيلة. وسيلة أعلم مجادلة باشكي هكبير شيء نورمال أولوسال سياسال توبلومسال جلشمية يولاشميورسا وسيلة أعلم مجادلة قبولية لابنر. لم يتقبل معظم الأكراد الأتراك حزب العمال الكردستاني أو تكتيكاته الدموية. استهدف هذا الهجوم في محطة للسكك الحديدية في العام 1994 5 من تلاميذ الجيش التركي غير المسلحين الذين كانوا عائدين إلى منازلهم لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. رد الجيش التركي على مثل هذه الحوادث بقوة مدمرة. اعتمدت سياستهم على تطهير أراضي الأكراد لخلق مسافة بين حزب العمال الكردستاني ومؤيديه المحتملين. Hep sine işkenceye götürdüler Mardin'e. Mardin'deki işkencehanelere götürdüler. Dayağa, falaka attılar. Job Filistin askısı. Her türlü şeyi işkenceyi yaptılar tabii. الأكراد العاديون الذين عاش كثير منهم في فقر مدقع في المناطق الريفية وجدوا أنفسهم في وسط التكتيكات الإرهابية المستخدمة من كلا الطرفين. كان مسعود حقي جاشين يخدم في الجيش التركي في ذلك الوقت. بيزات هيچ kimseyi öldürmedim. Onlar bize ateş etmeden hiçbir şekilde müsaade etmemişti. Bütün bu dönem içerisindeki ilk ateşin genelde PKK'dan geldiğini görüyoruz. İlk baskınlar, köy baskınları, bu şekilde çocukların öldürülmesi, okulların öldürülmesi ve aslında sivilleri katleden, Kürt'ü öldüren PKK olmuştu. Dolayısıyla benim kanaatime göre PKK asıl Kürtlerin düşmanıdır. The PKK acted with extreme brutality. They would wipe out complete families when they made raids on those that they viewed as ideological enemies. The Turkish security forces acted with, I think one could say, pretty much equal brutality. And that the only really significant difference between the two was that the PKK was small and the Turkish armed forces were very large, and therefore the amount of human rights abuse by the Turkish state dwarfed that of the PKK.
تصاعدت الحرب خلال تسعينيات القرن الماضي وراح ضحيتها وفقاً لمعظم التقديرات ما بين 30,000 و 40,000 ضحية، وهجر 1,700,000 كردي من جنوب شرق تركيا. مع نهاية التسعينات لم يعد لدى حزب العمال الكردستاني قاعدة دعم وكان في وضع انسحاب، وأجبر قائد الحزب أوجلان على مغادرة سوريا بعد أن دفع دعمها المتواصل لحزب العمال الكردستاني تركيا إلى توجيه تهديدات. في نهاية المطاف ظهر في اليونان بجواز سفر مزور وتوصل إليه عملاء المخابرات التركية. Turkey says Öcalan is a dangerous terrorist responsible for the deaths of tens of thousands of people. To prove that his power has gone, the authorities released these pictures of his humiliation. عندما حكم على قائد حزب العمال الكردستاني بالأعدام، خرجت احتفالات عفوية في شوارع تركيا، وبعد 3 سنوات عقب إلغائها لعقوبة الأعدام خفف الحكم إلى السجن المؤبد. وبسبب القلق الذي أصابهم بعد اعتقال قائدهم، أعلن حزب العمال الكردستاني وقفاً لإطلاق النار أحادي الجانب، وتراجع مقاتلوه إلى جبال قنديل في العراق. نفذت القوات التركية الخاصة بعد ذلك سلسلة من العمليات الناجحة ضد أهداف لحزب العمال الكردستاني، بما في ذلك قصف قاعدته الجبلية. Ben o tam o dönemde bakın ben biz Kuzey Irak'ta görevli özel kuvvet timleri olarak PKK'nın şu anda kritik önemde önem gösterdiği 99 yılında 2001 yılına kadar o 2 senelik dönemde PKK'nın askeri güç açısından çok zayıfladığını ve organizasyonel anlamda da bir çöküş içerisinde olduğunu kendi gözlerimle sahada gördüm. قد يكون حزب العمال الكردستاني قد ضعف في ذلك الوقت، لكنه لم يكن انتهى بعد. في عام 2004 أعلن الحزب عن إنهاء الهدنة وبدأ العنف من جديد. في عام 2013 صدم أوجلان العديد من مؤيديه عندما تعاون مع السلطات التركية ودعا من زنزانته في السجن إلى وضع حد للعنف. لكن حزب العمال الكردستاني ومجموعات موالية له ما زالت مرتبطة بالعنف في تركيا، والأحداث التي حصلت في أماكن أخرى في الشرق الأوسط قدمت له فرصة لم يكن بإمكانه أن يتصورها. في أوائل عام 2011 انتشرت الاحتجاجات المناهضة للحكومات في جميع أنحاء العالم العربي. كان هذا ما يسمى الربيع العربي. في سوريا تحولت الاحتجاجات ضد القمع بسرعة إلى معركة على عدة جبهات بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة المتنافسة. في بادئ الأمر لم يرغب الأكراد في الانجرار إلى الصراع. The Kurds were willing to fight for a Syrian republic that acknowledged the Kurdish presence with full and equal rights, but the rebels were not really willing to deliver on this as a promise. And so the Kurds of northern Syria really decided that they would defend their patch against whoever it might be. بعد مرور عام على الحرب، أنشأ الأكراد منطقة تحت سيطرتهم عرفت باسم روجافا. كان مركزها الإداري مدينة القمشلي، وامتدت روجافا إلى الغرب على طول الحدود السورية التركية لتشمل لاحقاً عفرين. تم إسكات أوجلان في تركيا، ولكن عادت أفكاره ونفوذه للظهور من جديد مع ولادة ما يسمى بروجافا. اليوم في روجافا ليس غريباً أن يقدم الرجل الشاي للنساء كما تقدم النساء الشاي للرجال. قائدة القوات النسائية في شمال سوريا كردستان كوباني تنحدر من عائلة زراعية فقيرة،
تقول إنها تدرجت بسرعة في الرتب لأنها كانت مشبعة بأفكار أوجلان منذ الصغر. يمكن كم كجبر جو آو دي بابي ما تشون جم سرقاتي ودهاتن. أما البته ما ولاد بارزن كيفنن. جبوش ما فكرة ناس تكر فكرة سرقاتي ما ناس تكر. هي بتر نزيك بني جنسان ران نزيك بني جنران ران نزيك بني جوا كرا. سر بي خبر بابي بخو خبرت كاربو جاب هويد جوتن جاب هويد تكر. دايكام بخو خب علي كاريج نام البته علي كاري كوم دكر. اجبوج ام جدنا في مالبات د مازون افكره ام بي احلاق مازن بون بي زينت مازن بون اجبوج شوره شارو جوا دجي هر زيدت تشتي گودت كوي پيش قومتان تي چ اگر پيوانت نزيكي بر بسياري جان اشتات خواسن تفدا كار بي جسارتي بي حوال خو خودي در بكوي پيشنگتي بي تت كن قومتان. بالنسبه لكثير من الاكراد في روجافا اصبح اوجلان شخصيه شبه اسطوريه. ألدار خليل قائد سياسي هنا يلتقي اليوم مع الجنود المصابين، وعندما يتكلم عن عظمة أوجلان يضعه في مكانة تشي غيفارا وقادة ثوريين آخرين. واتهای جیان دهری نرخ نوی پیروز وی تمثیل کریم که او تمثیل نه که او چه انسان نرمال بلکی نکار بخدیلوان پیوانان و بخاصی گازیان در کرد. التقى ألدار خليل أوجلان عندما كان زعيم حزب العمال الكردستاني يعيش في المنفى في دمشق. ريبر أوجلان لسوريا وقت موجود بي سالما و بلکی کیران کسی گول ور سیاست کرده به یانجی اون ولاد پاریزی پیر هبن اودیتنه و راستی جی کسی هده که کاریزما که خودی باندور بو کی ببینه دبینه تشتا دور دبینه خودی نرینه که کویره و حساب استراتیجیک باش دکه و هر وها یعنی جبو رحی ولاد پارزیه جبو باندور کردن علی سرگلی کرد خودی جیه که واتای اوی جدایی جبر وی یعنی که او دیت به باندور اوی حطان هاجی هینا علی سرگلی روجاوا بردوان. على الرغم من مرور 6 أعوام من القتال والتطويق السياسي نجحت روجافا في دفع أجندة راديكالية على كثير من الأصعدة، فهي تتبنى علناً القيم العلمانية والديمقراطية والمساواة بين الجنسين في وسط منطقة تعد مجتمعاتها متدينة ومحافظة بشكل عام. يتم تمثيل النساء بشكل متساو على جميع أصعدة السياسة. في مجلس المدينة هذا هناك نساء من جميع الخلفيات، كردية وعربية وأشورية مسيحية. لعبت المرأة دوراً رياضياً خلال ثورات الربيع العربي في كل من ليبيا وتونس ومصر واليمن، ولكن تمثيلها كان ضعيفاً في عملية التغيير الشمولية للأنظمة، حيث قامت المرأة الكردية منذ الأيام الأولى للثورة بتنظيم نفسها في جميع الميادين وأخذت مكانتها في الإدارة الذاتية الديمقراطية وتقلدت أعلى المناصب وطورت أيضاً نظام الرئاسة المشتركة في جميع المؤسسات وضمن نظام الأحزاب، كما تم تطوير نظام الدفاع المشترك. نحن في روجافا في خلال ثورتنا وفي استطعنا في مدة قصيرة أن نقوم بالكثير من الأشياء لحماية المرأة في روجافا. يعني او دكتيب خود د جيانا خود د نزيكاتيان خود د بيجي جن آزاد نبه جواك آزاد نبه و جواك آزاد نبه شخود تشتكي آزاد تنهي جبر بي بيوانا آزادية جنه هيوي و خوني مأون بريار تشتي از وقت كردك بإرادة خوي آزاد ناف دهبم لي از نولو جدا مثلا ام كرد ما بقوتا تني كرد پرستي و عرب آج بگو تا عرب پرستی و آسوری آبگو تا آسوری پرستی و دهرم ادناکو کی در کتانا لی دم آوی گوت نتوا دموقراتیک یعنی ج کردا و ج عرب و ج همه پیکاتی آر گوت به هر جیان بکن. ولكن لم يقتنع الجميع هنا بمشروع روجافا. الدكتور فريد سعدون وهو أكاديمي في القمشلي يعتقد أن حزب العمال الكردستاني كان وراءه. يقول إنه أرغم على الاستقالة من منصبه من قبل الحزب الحاكم بسبب آرائه. أنا إجبوغم أم خشك يعني بزلالي بفر بآخر كرد سوريا ده بريا في قيرانا سوريا بريا شورشا سوريا
چنافی لید کن اویا تی پروژای وانای سیاسی اولو گرینگو مازن تنبو گلسر بخبتن یعنی رخستن کردی دندر سوریه ده خواسته کن وانا یعنی مافن روشنبیری بو مافن جواکی بو مافن سیاسی بو یعنی چقدی استا خوبند کربانا زدی اوتونومی ندشون لی روژا گه یعنی دستوردانا که قندیل دویده کرد چی بو پکک درباسی روژ آوا بو هزن لشکری هاتن آوا کرن اف پروژه هانی هات گوهرتن. إن الدور الفعلي الذي يلعبه حزب العمال الكردستاني في روجافا هو محل خلاف. بالنسبة للبعض مثل القائد عصمت شيخ حسن، فإن موضوع الأيديولوجية هو الأمر المشترك الوحيد مع حزب الاتحاد الديمقراطي الحاكم في روجافا. جالك جام تيغوتن مرسلا بيكي وبيدي تشبهبرتكن هفوال بندي هفن وبهفرو كاردكن وبهفرونا يعني فيها تشتكي نه قبول کنی چه معنی قبول کنی ات الوی ولاتی او وی ولاتی لا ما تشتاک ما دگنی اردی یک او فکرا ریبرابو کو چوا فکرا گیوارا او مارکس نو جهان هات الان دندایت او جواب امیر په فکرینه پک چت به چنابه یا پک چت به چنا فکرا کده. لا يوافق الأتراك على ذلك، فهم لا يرون اختلافاً بين حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي إلى جانب جناحها العسكري وحدات حماية الشعب. يعني بنا göre PYD YPG askeri anlamda eşittir PKK. Güç kazanması PKK'nın verdiği destek olmadan mümkün değildi. Ve özellikle kritik askeri kadrolar, YPG askeri anlamda orta düzey ve orta üst düzey karar alıcıları genelde Kandil geçmişi olan, PKK geçmişi olan kişiler. أحد السياسيين الأكراد البارزين الذي يعترف علنيا بروابط سابقة مع حزب العمال الكردستاني هو ألدار خليل زعيم الحزب الحاكم في روجافا. جوانه کی کورد وسا حرتن بخونه کوردستان بخونه ولاته کی می آزاد شبه به دست پیکر جبو وی و چاغه تفگر کوردستانی یا هری گوک شر وی گرام بو گرم بو پیش بو پگی کی بو و چوم سری جای کوردستان جی حتا پر مال بات جناف گلی مهن زارو کی وان لانا سری جای کوردستان دناوا هزن پگی کی دنه. في هذه الجبال فقد ألدار يده عندما انفجر به لغم. في مركز إعادة التأهيل هذا يلتقي شاباً كان تعرض للتو للإصابة ذاتها. وبعرف على شو ماشي، على أي أساس ماشي، على فكر القائد، فكر الحزب، فكر الفلسفة تبعت القائد ماشيين عليها، وإحنا الحمد لله مفتخرين بهالشي لأننا تصوبنا. سبرام كتا كرداية او درمانی دلایه او درمانی دلایه او. في نهاية المطاف الأمر الذي يدفع عداء تركيا تجاه روجافا ليس طبيعة دور حزب العمال الكردستاني بل هو الخوف من انتقال العدوى. I think there's a much more important dimension than the formal relationship or otherwise between the PYD and the PKK, and that is that the PYD has absolutely electrified the Kurds of Turkey. And they see it as the PKK being successful out on the edge of Turkey, just outside Turkey's borders. But here is the live laboratory where the ideas of the PKK in terms of what they call democratic confederalism and gender equality can actually be practiced with local community assemblies directly elected by the people. And it looks like a very idealized form of democracy. إن كان قلق تركيا سببه الأحداث على حدودها، فإن الأمور على وشك أن تصبح أسوأ بكثير. في يونيو حزيران 2014 أعلن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية عن إنشاء ما يسمى الخلافة في الأراضي العراقية والسورية، شملت مناطق كردية إلى حد كبير. خلال 4 أشهر نجحت قوات التنظيم في الاستيلاء على 350 قرية كردية في منطقة عين العرب كوباني. فجأة وجد الأكراد أنفسهم على خط المواجهة.
كان الأمريكيون يقاتلون ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق. الآن هم بحاجة إلى قوات على الأرض في عين العرب كوباني. When the United States began to lead a coalition against the Islamic State, the real challenge was, okay, we've got U.S. and allied air power, but what we need are local forces on the ground. So you were left with the Syrian Kurdish groups in northeastern Syria. And we realized from the beginning that there was going to be huge political risk in this. كانت الولايات المتحدة على وشك أن تجد نفسها في قلب العاصفة بسبب دور حزب العمال الكردستاني فيما يسمى بروجافا. The Kurdish forces in Syria denied that there was any type of link between the PKK and Turkey and between the YPG in Syria. They denied that there was any real, you know, unified command and control. When we did our own diligence on this, it was my recollection that we came to the conclusion that, in essence, the PKK and the YPG in Syria were part of the same organization. عرض التعامل مع وحدات حماية الشعب تحالف أمريكا الهام مع تركيا للخطر. لكن بحسب مستشار أمريكي آخر كان هذا الخيار الوحيد. In kind of the October-November timeframe of 2014, the United States was in very high-level discussions with Turkey to get access to Turkish air bases to be able to use those bases for strike missions against the Islamic State, principally in northern Syria. I remember traveling to Istanbul the third week of November with Vice President Biden. And our mission was to meet with Erdogan to try to get final agreement on this arrangement. And it was clear in Erdogan's conversations with Biden that his principal concern remained Assad. So instead of being able to work with the Turks to identify a predominantly Arab anti-Islamic state force in northern Syria, that left us with the only available partners we had on the ground, which were the YPG. أعطت الشراكة مع الأمريكيين قوات حماية الشعب شرعية وقوة نارية لم يعرفوها من قبل. وهيش كهين بيتر أو شروانا إرادة بقرة وهين بيتر ساكنة خان شامل وبيتر جهالي بالفر هوان تهري هوان دا ذاتي كتشاوة هوالان عردة تمشيد كير واجي لجور ليد دا يعني تشتكي أريني بو تشتكي راس بو سني والو تخواد كنا اللي هم باري دجمني خوا يعني دجمني ما يجي قوان دي كونه بسلاح يخوا يخوا بس ام بهيرا دي خوا ودكن نا رول تشتكي أريني بو تشتكي باش بو باري كشكي قدام تشاركي الهم بار واق كومي چطا قد لسار دينا جهان تواي خطر بون تلهم بار وان ساكيني تشاركر و دولتی که وقت آمریکا یا وقت دولت نوآورتایی توایی که پشگیریات اکرن بریگیش که مورال و معنوی دانش هربانه و بینما اسقطت الولایات المتحده قنابل على كوباني كان الاكراد يضحون بحياتهم على الارض. يعتبر مسؤولو استراتيجية الحرب الامريكيون ان هذه الشراكة كانت ناجحة. I think that one of the things that Kobani served as for a lot of us who were serving in the Obama administration was a proof of concept, which is where we can partner US and allied air power with a ground force, we can not only hold off the advances of the Islamic State, but can reverse the advances of the Islamic State. بعد كوباني عززت الولايات المتحدة تحالفها مع وحدات حماية الشعب. كان هذا سيئا بما فيه الكفاية بالنسبة للأتراك. لكن سرعان ما أصبح لديهم سبب ليكونوا أكثر غضباً. اعتقدوا أن وحدات حماية الشعب كانت تنقل أسلحتها الأمريكية إلى حزب العمال الكردستاني لاستخدامها في هجمات مخطط لها على الأراضي التركية. Buradaki kırılma noktası Kobani'ydi ve Kobani bir model. DAEŞ'indeki bütün silahlar PKK ve PYD'ye verildi. Bu ilk başlangıçtı 2014'te. Ama akabinde gelen dalga çok daha tehlikeli. Çünkü Amerika 4000 tırdan fazla tonlarca silah, mühimmat, tank savar, uçak savar, en modern silahları ve zırhlı araçlarla top ve ağır toplar vermeye başladı.
ve bunu PKK'ya verdi, PYD'ye. وبشكل غير مفاجئ قلل الأمريكيون من أهمية الادعاءات أن الأسلحة التي أعطيت إلى حلفائهم الأكراد في سوريا تم تمريرها إلى الأرهابيين في تركيا. I think the Turks believed that there was zero difference, that PKK and YPG, for all intents and purposes, were synonyms. They were the same thing. And that anything that you gave to the YPG would inevitably flow into the hands of the PKK, and they would often make claims about American-supplied weapons or other things making their way into the PKK insurgency. I never saw concrete intelligence suggesting that that was the case. I can't rule it out. But, you know, war is a messy business, and it's not inconceivable that some things crossed the border. في غمرة الصراع التركي مع الأكراد في تركيا حصلت إحدى المجموعات الكردية المتطرفة على مكونات من أجل صنع سيارة مفخخة ضخمة. في مارس أذار 2016 انفجرت السيارة في أنقرة وقتلت 37 شخصاً، فيما يعتبر الهجوم الكبير الثالث خلال 6 أشهر. The wars moved into Turkey's main cities, where Kurdish suicide bombers have brought terror and death to the nation's capital. بعد بضعة أسابيع فقط ازدادت مخاوف تركيا من العنف الكردي. أجرى مراسل بي بي سي مقابلة مع الزعيم في حزب العمال الكردستاني جميل بايك، وهو صديق مقرب من عبد الله أوجلان. بدا كأنه يؤكد الإشاعات أن أمريكا كانت تتحدث مباشرة مع حزب العمال الكردستاني. güçlerimizin DAEŞ'e karşı nasıl mücadele ettiğini dünya alem biliyor. Amerika'dan da İngiltere'den de koalisyon güçlerini temsil eden esas Amerika'dır tabii yani. Onları koordine eden Amerika'dır. يعني سورن أمريكا إلى أصبح موقف تركيا من التهديد الإرهابي لديها أكثر شدة، خاصة فيما يتعلق بالهجمات على أراضيها. في نيسان أبريل 2016 أنهى الرئيس أردوغان رسمياً محادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني وتعهد بالقضاء عليهم. Adaletin haklarında verecekleri karara razı olacaklar ya da kıstırıldıkları deliklerde birer birer etkisiz hale getirilecektir. Başka bir çareleri yok. مع ذلك مضى الأمريكيون قدما بتحالفهم الفائز على الرغم من وجود دليل على ارتباط وحدات حماية الشعب مع حزب العمال الكردستاني والتهديد الذي شكله هذا التحالف على علاقات الولايات المتحدة مع تركيا. في منبج قام فريق من بي بي سي بتصوير الأشخاص الفارين من القتال، بينما كانت وحدات حماية الشعب مدعومة من القوة الجوية الأمريكية تحارب تنظيم الدولة الإسلامية. نخاف أن أولادنا يبكوا من تجي الطيارة، نخاف، وهم زادينتي نخاف منهم، نزحنا على أهلنا هنا على الضيع. طلعنا بهدومنا ذنة يعني لا خلونا نطلع ضحك. والله شحدنا هدومنا الجر الكراية. ذبحهم ولادنا، ذبحهم عيالنا. لاحق شو شردونا. اللي بدك تطول لحيتك، بدك تكسر قلابيتك، النسوان يقطون وكل حالة يرثى لها. واصل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هجومه على تنظيم الدولة الإسلامية، مستعيداً مناطق وصلت إلى مقر التنظيم في الرقة. بدأت وحدات حماية الشعب بتعزيز قوتها، وفي الأثناء بدأت إشاعات مقلقة بالظهور. تمتلئ هذه المخيمات في جنوب شرق تركيا بالعرب السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا. يقول البعض إنهم عانوا من انتهاكات لحقوق الإنسان على يد الأكراد. محمد مصطفى الديك من قرية منخ التي كان يحتلها التنظيم حتى وصلت وحدات حماية الشعب. لحد اللحظة هاي صرنا مشردين سنتين، ما فهمنا أني نحن إيش طلب الأكراد. بداية الأمر يقول نحن ليش يعني ما خليناهن يعدوا، هن اجونا بطلب اني بدنا نعدي مرور بس، بدنا نروح نقاتل الدواعش.
عندي اللي تهجرنا والطيران هجرنا وطلعنا منه اليوم انا في الخيمه. هالميليشيات ما هي مدوره تمر طريق. قتلوا شبابنا وهجرونا والا رفعوا العلم. رفعوا العلم الكر القسد فوق. من الاعمال اللي قاموا فيها واللي شيء اللي يعني انهزمنا نحن يعني لاحظنا الضرب على المدنيه القتل. قتل عنا عالم كثير كلها مدنيه عزل مدنيه وكهل اسمائهم وتصنيفهم. قتل من بيت حمشو عائله فقيره عائله نص عمال يروحوا يشتغلوا ما لحقوا يطلعوا ينزحوا. قريه كامله قامت كلياتها مثل كوارت النحل ونفرت. حصلت بي بي سي على صور التقطتها الأقمار الصناعية للقرى العربية في شمال سوريا. يدعي نشطاء عرب سوريون أن سكانها لم يهجروها فقط بل إنها سويت بالأرض من قبل وحدات حماية الشعب. هذه جزعة قرية في محافظة الرقة وهي أحد الأمثلة الكثيرة. هكذا بدت جزعة قبل الحرب. في 2016 بعد طرد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بدت هكذا. تظهر الصورة أنه بالكاد بقي مبنى واحد، لكن جمع الأدلة خلال الحرب هو أمر صعب للغاية، ومن الصعب معرفة كيف ولماذا دمرت جزعة. هل كانت نتيجة لضربات التحالف الجوية المتزامنة مع القتال الكردي على الأرض؟ أو دمر تنظيم الدولة الإسلامية جزعة خلال انسحابه؟ أو كانت كما يدعي نشطاء عقاباً من وحدات حماية الشعب للاشتباه بأنهم تعاطفوا مع التنظيم؟ تنفي وحدات حماية الشعب أنها قامت بالانتقام من السكان العرب بأي شكل من الأشكال. بالعكس دمي ما باجارك باقشتكر قد باقشتكر لبي وان دستك داين حر كاسي ددي آلي كاري جبر حمو كاس نفاده هنا أصلاً يعني أم چبكن ودر كبه نعم خدا ما قد استرالي تيه نيويورك تيه ألماني تيه وحر كاسي ديت راستا بلكي راقا خرابو راقا جوادي يعني نا يعني أم نكر راقا خرابو تانغو توپانو تارا تانغو توپ متنه تارا متنه بالفره متنه هات خراب کرن راستا منكم خراب هم وقت دين برا يك بيجي گندك خراب. ومع ذلك أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يوثق التدمير المتعمد لقرية عربية واحدة. الحسينية على حافة المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد كانت واحدة من 14 قرية زارها باحثو منظمة العفو الدولية في العام 2015. كانوا يجمعون أدلة على التهجير القسري للناس وتدمير منازلهم. تظهر هذه الصورة أنه في يونيو حزيران من العام 2014 كان هناك 225 مبنى. القرية كانت سليمة. في عام 2015 كان هناك 14 مبنى فقط غير مدمر. ووفقاً لشهود عيان أجبر القرويون على النزوح من منازلهم التي أحرقت بعد ذلك وهدمت بالجرافات. هنا في تركيا هؤلاء اللاجئون قلقون على رفاقهم العرب الذين يعيشون الآن في مخيمات للنازحين داخل شمال سوريا. يقولون إن هؤلاء الناس غير قادرين على التحرك بحرية خارج المخيمات. ما يثير القلق أكثر من ذلك هو الادعاءات بأن قوات حماية الشعب الكردية تجبر الشباب على أن يصبحوا مقاتلين في خدمة القضية الكردية. زمان جندت حدا من العيلة ما بصير، يعني ابنك أو بنتك بياخذوها إجباري غصب عن البريد والمبريد، اللي ما عنده بياخذوا له أملاك من أملاك وغصب عنه. تنفي القائدة كردستان وجود أي تجنيد قسري فيما يسمى روجافا. تشتكي وصلتنا إيجو تين أنا ما حمي بدل يا أخواتين تين بارور ديد بينن إيجو بريارة وتقوشين دكتك شبرقم حركتك فدائية جالن تبدل خونا بداري جام مفتنا بنت بزوري إنسانا بقري نبر خكة سري وقري بدي. لكن سارة كيالي من Human Rights Watch حققت في مزاعم التجنيد القسري للأطفال وأصدرت مؤخراً تقريرها. The YPG and the Syrian Democratic Forces are recruiting children
from mostly Arab children from displacement camps, and accepting them as volunteers, both in combat and non-combat roles within their armies. This is a human rights violation because under international law, children under the age of 18 are not cannot be recruited, and children under the age of 15, it would be considered a crime against humanity to recruit them. يحتوي التقرير على نتائج حديثة من الحسكة والرقة اللتين تخضعان الآن للسيطرة الكردية. There's continuing child recruitment by the YPG and the SDF and the placement of them in combat roles. In one case leading to the death of a child, a 16-year-old child in the battle for Raqqa. كان من المفترض أن تكون روجافا وطناً تقدمياً ومتكافئاً لأكراد سوريا، لكنها كانت تحت وطأة ضغط شديد من البداية، وقد تبدأ التشققات في الظهور. روجافا اليوم في وضع غير مستقر مع هزيمة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، ولم تعد الولايات المتحدة بحاجة إلى الأكراد، لكن الأكراد يحتاجون إلى روجافا وسوف يقاتلون من أجلها، وهي مهمة جداً لحزب العمال الكردستاني أيضاً وفقاً لأحد المراقبين الأتراك. Görebildiğim kadarıyla PKK'nın son dönemde bölgesel bir vizyonu var. Tasfiye edebilirim mantığıyla yaklaşıyor. PKK bence çok da Türkiye'deki mücadeleye önem vermiyor şu anda. İkinci cephe olarak Türkiye'yi görüyor. Onun için Rojava yani Suriye kuzeyindeki kazanımlar çok önemli. لم تتحمل تركيا تجربة حكم الأكراد الذاتية على حدودها ووجدتها أصعب وأصعب. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecektir. في يناير كانون الثاني من عام 2018 أطلق الرئيس رجب طيب أردوغان عملية غصن الزيتون. ويسن دولة ترك نافن دي بازار عفرين دخا. كانت عفرين واحدة من المقاطعات الثلاث التي شكلت ما يسمى روجافا. كانت تحت حماية الروس، لكنهم انسحبوا للسماح للغزو التركي. We went there in order to create, in order to sweep PKK organization out of that territory, because in Turkey people believe that PKK is creating that corridor and trying to go out to the Mediterranean Sea. If you have open sea exit, then you will have a powerful state, a powerful Kurdish state. That's why Kurdish terrorist organization tried to go towards the Mediterranean. وبحلول مارس آذار من عام 2018 أفرغت عفرين والمنطقة المحيطة بها من القوات الكردية، ويمثل وجودها الآن تحت الاحتلال التركي هزيمة كبرى للأكراد. يعني وكو جشتي قواتير رجافا زورا ما تشو تشما زحمة جمارة بوش برقو بتشاش حفظ سالم شريطة كوشيني يعزادي الفرددن جارايا كمين بو هراك ما أزاديش دستي ما تشو أبوكو هم وكو كرد هم جوكو قواتك عسكري قرورا ما عسكري إشيا بر بيشاش برقو منا عالمي بونا ونذاكرني هرتم ما مسار دكاتن. دفع النصر في عفرين الرئيس التركي إلى تحذير الأكراد بأن يعدوا أنفسهم للمزيد. Teröristlerin üniformalarındaki işaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte olanları da toprağa gömmek. This is not just about Kurdish nationality. This is not just about sectarian differences. This is about geopolitics. If you have small states, then you will have terrorism problem. And Turkey is fighting against terrorism more than four decades. This is a great issue for Turkey. So if you create another small state, even if Iraq failed, even if Syria failed, can you imagine that that state is going to live in this geography? No. Turkey thinks that if it is a smaller state, then it's going to be another problem. قد يكون الهدف التالي لتركيا في روجافا هو مدينة منبج التي يبلغ عدد سكانها 100,000 من الأكراد والعرب والشركس،
حاربت وحدات حماية الشعب وانتصرت هنا في 2016 إلى جانب حلفائها الأمريكيين. لكن في طريقنا إلى المدينة لاحظنا أنه لا توجد أي إشارات أو لافتات لأوجلان أو لحزب الاتحاد الديمقراطي. العلم الذي نراه هو غير مألوف، إنه علم مجلس منبج العسكري. هذا لأن الحزب الكردي الرئيسي يخشى من أن استمرار وجوده هنا سيثير استفزاز تركيا، لذلك انسحبت قواتهم وسمحت لمجلس منبج العسكري بالسيطرة على هذه المنطقة. في مقر قيادة مجلس منبج العسكري التقينا بقائدهم، وبالرغم من مغادرة المقاتلين الأكراد لمنبج يقولون إن التهديد التركي ما زال يلوح في الأفق. السبب يعني الشيء اللي دار تركيا هو البيادي وحزب البيكيكي، وحاليا لا يوجد شيء في مدينة منبج. يعني كانوا فقط مستشارين وانسحبوا من مدينة منبج في تدريبات عسكرية فقط، وعندما يعني نحن طلبنا منهم المغادرة فورا غادروا. يعني بدا لنا أن هؤلاء المقاتلين يشبهون بشكل ملحوظ وحدات حماية الشعب، لكنهم يصرون على أنهم ليسوا كذلك. طبعا نفتخر في وحدات حماية الشعب، وحدات هي مقاتلة قاتلت وحررت كثير مدن، ولكن نحن مجلس منبج العسكري إن الفخر أن نكون مجلس منبج العسكري، ولكن نحن ما بنغير لون، بالعكس نحن أولاد المنطقة عم نظهر لوننا ومين نحن. قد تدعي وحدات حماية الشعب أنها انسحبت من منبج، لكنها في أماكن أخرى تقوم بقمع خصومها السياسيين. ويعتقد أحدهم أن القيادة ستترك طبعها العسكري على أي مجتمع يظهر هنا. كسين لشكرين يعني كسين قشية دا كتنة كسين قشرة لشكري كرنة بريار بريار وانا أم دخوازي الرابشة كسيفيل شبه برا أفري وبريا خسري قاتي آواكرين أو راست وبرا وراست تقينك بكاري خراب يعني ناد بن دستي أو بن كنترولا كسين لشكر دا بختي قفا قام فقرم الرجيم اجبر رجيم لو نايل واباجي حطاني رجا خب امريكيا فقريدن لي برجوانديين امريكيات فيدا كي حطا چا استين وقريدان وانا برجواندية تركا في برجواندين روسا وانا جد بين برچان بن. في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في واشنطن لمح الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان الولايات المتحدة لا تزال افضل صديق للأكراد. We're trying to get along very well. We do get along great with the Kurds. We're trying to help them a lot. Don't forget that's their territory. We have to help them. I want to help them. Go ahead. What's next? They fought with us. They fought with us. They died with us. They died. We lost tens of thousands of Kurds died fighting ISIS. They died for us and with us and for themselves. They died for themselves. But they're great people. لكن الولايات المتحدة ستتصرف وفقا لمصالحها الخاصة ولا توجد ضمانات للمستقبل. يؤمن أحد كبار السياسيين الأكراد وهو ألدار خليل بشدة في إنجازات روجافا، ويقول إنه حتى إذا فشل المشروع فإنه سيترك إرثا مجيدا. ما جواككي آزاد أفاكري مثلا جواككري خستين كري ما تشكر ما مجلس شكرن ما كومين شكرن ما صازي أفاكرن ما هش جوك جواك قانع بباور بك جند كار آزاد ببه ما هش جو هركز باور بك جرك رول أجنيه به ما هش جو هركز بخو باور بك بيج أسكارم خبري ببهم أفانا تف دسكفتين أفانا ناتشن يعني حتى قدالي سياسي وعسكري دبي ما أنا منطقة تفنا بخطرية دي روشن ولو گهرتن گچیجی ببن اف میراث یگو گهاتی اواکرم والا ناچه. قد يكون ارث روجافا امنا، لكن مستقبلها اقل امنا بكثير. الاتفاق الحديث بين تركيا وروسيا لمراقبه منطقه عازله حول ادلب هي ضربه اخرى لامنها، لكن روجافا منحت السوريين الاكراد طعم السيطره على مصيرهم بانفسهم، ولن يتخلوا عن ذلك من دون اي مقاومه.